أن أهل الإسلام وأهل الدين وأهل الالتزام أصبحوا غرباء، حتى إنك تجلس في مجلس وتنكر على أحد الإخوة وتقول له اتق الله أو كذا ينهرك الآخرون، وما لك يا صاحبي متشدد؟ مش مشكل. سبحان الله، أصبح الدين وأصبح أهل الدين ومن ينكر المنكر ويتكلم بالحق أصبح شخصا منبوذا أو غريبا، لدرجة أنك تجد في الكثير من المجالس فيها غيبة أو نميمة أو منكر، وهناك من يريد أن ينكر ويعني يخجل ويخاف أن ينهاره الناس. سبحان الله، الحق يعلو ولا يعلى عليه، وإذا أردت أن تنكر المنكر فانكر فانكر المنكر ورأسك عالم ولا تبالي بالناس. وهذا الأمر لماذا؟ لأن الشيء لأن يعني الدين والإسلام وأهل الدين أصبحوا غرباء، وكثر في الناس البعد عن الدين والعياذ بالله. ولهذا روى الطبراني في معجمه بسند ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليأتين على الناس زمان تكون فيه القلوب قلوب الأعاجم، قلوب الأعاجم من اليهود والنصارى، يعني قلوبهم عامرة بأفكار من هم غير المسلمين، وتجد هذا الشخص لا يملك من الإسلام إلا اسمه، يقول أنا مسلم ولا يصلي، يقول أنا مسلم ولا يصوم، يقول أنا مسلم ولا يؤدي زكاة ماله، يقول أنا مسلم ولا ينتهي عن الحرام ولا يأتمر بأوامر الله جل وعلا، فقلبه والعياذ بالله أصبح كقلب الأعاجم من غير المسلمين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه، تجد الكثير الآن من الناس قلوبهم ليست على الدين ومتمسك بدينه، ويصدق كذلك في واقعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر الذي يقول فيه: ليأتين زمان على أمتي القابض فيه كالقابض على الجمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: القابض على دينه كالقابض على الجمر، يعني عندما تمسك الجمر تحرق اليد، وكذلك الذي يتمسك بدينه يحرقه هذا الشيء. من أي ناحية يحرقه؟ ليس فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين الخلق. يجد الكثير من الكلام السيء، يجد الكثير من الأوصاف السيئة: يا إرهابي، يا فلان، يا متشدد، يا متسمت، يا كذا، ويجد الحروب، أو إذا أنكر منكر أو إذا أنكر بدعة: لماذا يا متشدد؟ الدين ليس هكذا. سبحان الله، تجد الكثير من الكلام السيء الذي يلقاه هذا الذي يتمسك بدينه. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: يعني الذي يتمسك بدينه والقابض على دينه كالقابض على الجمر. وهذا هو الزمان الذي نحن فيه الآن. كذلك من مسببات هذا الشيء ألا وهو غربة الدين وابتعاد الناس عن الدين، ألا وهو التشبه بغير المسلمين، التشبه بغير المسلمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموا. وهذا واقع ومشاهد عند الكثير من الناس إلا ما رحم الله، يقلدونهم في كل شيء وليس في كل شيء. يا ليتهم قلدوهم فيما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، كالتكنولوجيا أو العلم والتطور، والذي يعني يعطيهم مصلحة في دنياهم، بل بالعكس قلدوهم وللأسف الشديد في أتفه الأمور وسفاسف الأمور وسوء الأخلاق ومنكرات الأخلاق والأهواء، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: اتبعوهم وتشبهوا بهم في لباسهم، في أكلهم، في طريقة كلامهم، في معاملاتهم، في أخلاقهم السيئة. الأخلاق السيئة للأسف الشديد لم يتخلقوا بالأخلاق الحسنة، بل بالعكس أخذوا الأخلاق السيئة. كذلك الشباب والشابات
فتنوا بكثير من هؤلاء القوم، حتى إن بعضهم والله العظيم يعني يلبس مثل لباس ذلك الشخص الذي فتن به، سواء كان لاعب كرة قدم أو كان مغنيا أو كان ممثلا أو شخصا مشهورا في السوشيال ميديا أو يعني وسائل التواصل الاجتماعي، تجده متعلق به لدرجة كبيرة، وإذا تكلمت عنه تجده يغضب. سبحان الله، والله هذا أمر مشاهد وموجود، وأصبح كذلك الشباب اليوم والشابات يواكبون العولمة والتطور فيما هو سبب لانهيار الأخلاق، فيما هو سبب لانحطاط الأخلاق، يلبسون لباس مقطع وتسريحات شعر غريبة جدا أول مرة يعني تشوفها سبحان الله. كذلك النساء بدل أن تحتشم وتحتجب وتستر نفسها تجدها تلبس مثل هؤلاء المشهورات الكاسيات العاريات والعياذ بالله. نصيحة للأخوات، ما أجمل كنا وأنتن تلبسن اللباس الشرعي وتأتين إلى صلاة التراويح وإلى المسجد وأنتن في كامل الأناقة والستر والعفاف، وما أجمل هذا اللباس عليكن. نصيحة والله لكل أخت ولكل أب لبناته ولزوجته ولمن يعولهم، نصيحة: الستر والعفاف من أجمل ما يمكن أن تربي عليه بناتك ونساءك. فهذا الأمر لا يقول فيه الولي الأمر نتركها صغيرة حتى تكبر ثم نبين لها، لا، هذا الأمر منذ الصغر يزرع في نفس تلك البنت ويكبر معها حتى إذا كبرت تعلقت بذلك الحجاب، إذا نزعته وكأنها نزعت شيئا من جسدها. والله العظيم رأينا هذا الأمر مجرب عند الكثير من أولياء الأمور. لا تقل لا، لا زالت صغيرة أو كذا، لا تكلم يعني عن 5 سنوات أو 6 سنوات، والآن يعني حتى 5 أو 6 سنوات سبحان الله تجدها حتى في البنية كبيرة، ولكن حاولوا قدر الإمكان أن تعودوهم على الحجاب والعفاف والستر منذ الصغر حتى تجد النتائج إن شاء الله في الكبر. وإذا أصبحت شابة وكبيرة وبلغت، هذا هو المفصل وهذا هو الوقت الضروري وهذا هو الوقت المهم حتى تحافظ على عرضك وشرفك وبناتك ونسائك، هذا هو المهم. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من تشبه بقوم فهو منهم. نصيحة يا شباب ونصيحة يا أخوات أو الشابات، لا تتشبهوا إلا بمن هو أسوة لكم، سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم من الستر والعفاف والحشمة، يجب أن نتشبه بهم حتى يحشرنا الله عز وجل معهم. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر: يحشر المرء مع من أحب. فإذا أحببنا النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وصحابته، نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم، وإذا أحببناهم بحب صادق سنطبق ما كانوا يفعلون وسنفعل ما كانوا يفعلون وسنسير على منهجهم ودربهم، وبهذا نصل إلى بر الأمان بإذن الله سبحانه وتعالى. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجب أن نتعلمه كلنا وندعو به في صلاتنا وفي سجودنا وفي كل أوقاتنا، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. منكرات الأخلاق ألا وهي سيء الأخلاق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها، فنحن كذلك نتعوذ من سيء الأخلاق ومن سيء الأهواء والأدواء، أمراض القلوب وأمراض هوى النفس ومنكرات الأخلاق يجب أن يتعوذ منها المسلم دائما وأبدا، ويجب أن يرعى نفسه أولا ويرعى أهل بيته ومن يعول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة.
كلكم مسؤول عن رعيته. بنتك التي تركتها على حل شعرها ولم توجهها ولم تنصحها ولم تجبرها على الحجاب لأنه فرض في الدين، ولا تقول هذا أمر اختياري، لا، فرض في الدين أن تتحجب وتعف نفسها، ويكفيها هذا الحجاب وهذا الستر وهذا العفاف من أشرار كثيرة من الأشرار الخارجية. وكذلك ابنك إن لم تعلمه وتربيه التربية الصحيحة، حفظ القرآن وتعلم اللغة العربية منذ الصغر حتى يكبر، تجد النتائج بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وحالكم، وأن يبارك لنا ولكم في أولادنا وبناتنا، وأن يبعد عنا التشبه بغير المسلمين، ويبعد عنا حبهم، ويجعل حبنا صادقا له سبحانه وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم ولعباده الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.